مشاهدينا ومستمعينا الكرام، اجدد لكم التحيه والترحيب مره اخرى، وذلك ضمن هذه الجوله الصباحيه التي تاتي ضمن اشاره الديوان التاسعه والذي تحمل لنا سن الحول والزمول في هذا الصباح الجميل على بركه من الله وحفظه. ينطلق شوط الختام وشوط الوداع يحمل لنا الحول المهجنات هجن ابناء القبائل، شعارات جميله ومميزه تشارك في هذا الشوط وتزين ارضيه ميدان الاصاله. على البركه ننطلق ونذهب الى الصداره، وارى الصداره والمقدمه جباره قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي مقدما لجباره على المركز الاول، بينما المركز الثاني وصلت الدانه ليتقدم سيب بن مطر بن محمد بن ضبيعه الكتبي شعر بن حليس. ياتينا على المستوى الثالث مقدما لغزوين عبد الله بن راشد بن حليس الكتبي على المركز الثالث، ووصل شعار لبيبه على المستوى الرابع ويقدم لنا الذهبه محمد بن سعيد بن محمد بن احمد بو ابراهيم قادم على المركز الرابع، بينما المركز الخامس ارى القدوم من منحاف ثاني بن عبيد بن سعيد بن كديده الفلاسي على المركز الخامس. المركز السادس ووصلت رايه على المركز السادس، ويقدم لنا رايه سعيد بن مطر بن حميد الخاطري على سادس التحديات. المركز السابع القدوم من عاليه هادب بن رامس بن عامر بن قنوش العامري على المستوى السابع، والمركز الثامن ارى شعار سالم بن عامر بن راشد المدهوشي مقدما لاوزان على المستوى الثامن، بينما المركز التاسع من نختتم به نداءنا الاول تتقدم هنا تعويض ليتقدم راشد بن محمد بن عبيد المسافري من ياتينا على المركز التاسع. هذه الاسماء السائره، هذا نداءنا الاول ولتممناه على حضراتكم كاملا مكملا، ولكن لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى الموقع المستهدف من جميع المشاركين، جميعهم يستهدفوا المركز الأول. لنا عودة إلى ابن قطامي مع جبارة قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي مع جبارة على المستوى الأول، بينما الوصول والقدوم من الدانة سيب بن مطر بن محمد بن ضبيعة الكتبي قادم على المركز الثاني، وصلت راية على ثالث التحديات. قبل لحظات دعناها على المستوى السادس، تقدمت الى المركز الثالث رايه سعيد بن مطر بن حميد الخاطري مقدما لرايه، بينما المركز الرابع تتقدم اوزان سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، والمركز الخامس عاليه هادب بن رامس بن عامر بن قنوش العامري على المركز الخامس. المركز السادس وصلت الذهبه محمد بن سعيد بن محمد بن احمد بن ابراهيم على المركز السادس. المركز السابع القدوم من تعويض راشد بن محمد بن
عبيد المسافري، بينما المستوى الثامن أرى القدوم الجميل من منحاف ثاني بن عبيد بن سعيد بن كديدة الفلاسي وبن حليس، يأتينا على المركز التاسع مقدما لغزوين على تاسع التحديات. هذه هي الأسماء ونداءنا الثاني مع وصولنا إلى منتصف المسار. 3 كيلومترات انقضت وبقت 3 كيلومترات. المهمة انقضت الأولى وبدينا في المهمة الأهم والأصعب في مجريات هذا الشوط. وإلى التغيير الذي جرى وطرى، بدأ ابن ضبيعة يستلم سمام المبادرة وينطلق إلى الصدارة مقدما للدانة. دانة بعث الله من أعماق البحور، دانة جميلة على المستوى المركز الأول، ويقدمها سيف بن مطر بن محمد بن ضبيعة الاكتبي على المركز الأول. المركز الثاني وصلت أوزان بشعار المدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. بدت أوزان توزن الأمتار وتراقب الدانة على الصدارة، بينما جبارة بن قطامي تأتينا على المستوى الثالث مقدما لجبارة قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي. وصلت راية صاحبة الأرضية والميدان، ولتقدم أحد شبابنا المميزين سعيد بن مطر بن حميد الخاطري مقدما لراية على المستوى الرابع، وتغير إلى المركز الثالث، بينما وصول على المستوى الخامس تتقدم من حافل يتقدم ثاني بن عبيد بن سعيد بن كديدة الفلاسي، من يأتينا على المركز الخامس. المركز السادس تعويض راشد بن محمد بن عبيد المسافري، من يأتينا على المركز السادس، بينما الوصول والقدوم الجميل على 7 التحديات من عالية هادب بن رامس بن محمد بن قنوش العامري بن حليس، يأتينا على المستوى الثامن مقدما لشعاره على ظهر غزوين، وهنا عبد الله بن راشد بن حليس. والمركز التاسع الذهيبة محمد بن سعيد بن أحمد بو إبراهيم، من يأتينا على المركز التاسع. هذه الأسماء السائرة والمنطلقة مع الإثارة والتحدي. شوط الختام، إلى أين يذهب السلام في شوط الوداع والختام من هذه الأسماء الجميلة المشاركة والمتقدمة على مستوى المركز الأول؟ أرى راية بدأت تتسلل رويدا رويدا، والتسلل مسموح في رياضتنا الأصيلة، رياضتنا العربية. راية الملكية هنا سعيد بن مطر بن حميد الخاطري، بينما الدانة تأتينا على المستوى الثاني سيب بن مطر بن محمد بن ضبيعة الاكتبي. المركز الثالث سالم بن عامر المدهوشي مقدما لعالية. المركز الرابع جبارة قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي بن كديدة، يأتينا على المركز الخامس مقدما لمنحاف ثاني بن عبيد بن سعيد بن كديدة الفلاسي. الخماسية الألماسية على الصدارة، خماسية الإثارة، خماسية الإبداع. الله الله، ياهو أداء، ياهو أداء، ياهو إثارة، ياهو تحدي. الإبكار المهجنات، الحول المهجنات، أداء مميز ورائع وجميل، جميل وأجمل من الجميل. لنا عودة إلى الدانة، الدانة حلقت، الدانة بدأت تغلع، دخلت الغلاف الجوي للكيلو الأخير، كيلو السرعة والإثارة، وأول الخاطفات لأمتار هذا الكيلو. إنها الدانة سيب بن محمد بن مطر بن ضبيعة، ولكن وصل المدهش، تقدم المدهش بإثارة مع أوزان سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. راية على المستوى الثالث، سعيد بن مطر بن حميد الخاطري بن قطامي مع جبارة، بدأ يهجم مع الإثارة والتحدي مقدما لجبارة. قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، عالية عالية عالية، بدأت تبحث عن المقام العالي، قادمة بكل إثارة وبكل تحدي. هادب بن رامز بن عامر بن قنوش العامري، ولكن بضبيعة ابن ضبيعة على الصدارة. الدانة الدانة أوزان، يا أوزان، بدأت توزن الأمتار، بدأت توزن المسار، بدأت تنطلق إلى القمة. سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، ولكن عالية 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 عالية، تغير تنطلق بشعار هادي بن رامز بن عامر بن قنوش العامري.
مع عالية، من تذهب إلى المقام العالي، من تذهب إلى المقام المحبوب، من تذهب إلى الصدارة، من تذهب إلى التحدي، إلى الإثارة، مع الإبداع، مع التحدي. الله 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 الله، سلام عيناوي، سلام سلام إلى الهير، سلام. تهانينا والناموس لهادف بن رامس بن عامر بن قنوش العامري على فوز المركز الثاني، جبار قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي، المركز الثالث سالم بن عامر المدهوشي، المركز الرابع سيف بن مطر بن ضبيع، والمركز الخامس راية سعيد بن مطر بن حميد الخاطري. نعود بالتهنئة والناموس لهادف بن رامس بن عامر بن قنوش العامري على فوز عالية بشوط الوداع. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في المراكز الأولى المتقدمة، تهانينا والناموس لجميع الفائزين في صباح هذا الشوط، والذي نتمنى التوفيق لمن لم يحالف الحظ في